قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما يقول لا حول الله أو لا حول الله، يقول بعض الناس لا يقول هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كاملة، إنما يقول لا حول الله. يعلم يبين لأن هذا اللفظ ما يكفي، بل لا بد أن يأتي باللفظ الكامل الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.